بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم إخواتي ومتابعيني، وحشتوني جدا. يلا بينا نعمل مع بعض أفكار جميلة للخريف، وهنبدأ بسم الله كده. فكرتنا الأولى اللي استخدمت فيها سلك الربط، أخدت كده سلك الربط وبدأت إن أنا أخد حوالي 30 أو 40 سنتي. ممكن تستخدميهم بقى أو تقيسي كده أطوالهم باستخدام المتر أو باستخدام المسطرة السيليكون، هتساعدك إن أنتي تاخدي أطوال كلها متساوية. أخدت كده معايا 8 قطع من السلك الربط كده، وهبدأ بقى بعد ما قصيتهم كلهم بنفس الطول هبدأ كده أخد 2 2 وهنصفهم كده مع بعض، وهبدأ إن أنا أربطهم كلهم بالشكل ده من المنتصف. باخد المنتصف كده بتاعي وبحطهم كلهم مع بعض وبربطهم بالشكل ده. الفكرة بتاعتنا النهاردة هي سهلة وبسيطة، بس انت امشي كده معايا خطوة خطوة وان شاء الله تقدري ان انت تنفذيها بكل سهولة. وطبعا فكرتنا ان شاء الله النهاردة تقدري ان انت تعمليها بالمقاس اللي انت حباه، وطبعا انا هديك الفكرة وانت بقى شكليها حسب رغبتك. بحب كده في بداية الفيديو ان انا اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي سألوا عليا في فترة غيابي. بصراحة الفترة اللي فاتت الواحد ما كانش عنده نفس بجد انه يشتغل خالص في ظل كمان الاحداث اللي موجودة، وكمان بعض الظروف كده الصحية، والحمد لله رجعت لكم تاني والله المستعان. ويلا بينا نرجع بقى لفكرتنا. هنا جبت السلك اللي عندي وبدأت كده ان انا ادخل فيه الخرز الخشب، بس طبعا هنا انا حبيت ان انا اضيفه كله نفس اللون، ولازم هنا كمان انك تراعي عدد الخرز في كل قطعة انت هتحطيها بالشكل ده. هنا بعد ما حطيت الخرز وبدأت كده ان انا اتني الطرف من فوق، وهجمع بقى كل 2 أو 3 كده مع بعض بقطعة السلك اللي باقي عندي من فوق دي، وهبرمها كده بطرف البنسة بالشكل ده لغاية ما هجمعهم كلهم مع بعض. الفكرة بتاعتنا النهاردة هتبان شكلها هوت كده. احنا هنعمل مع بعض يقطينا باستخدام السلك الربط والخرز الخشبي بالشكل ده. على فكرة الديكورات دي بتتباع غالية جدا على النت، وبتتباع كمان غالية على شيئين، وتقدري كده معانا النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة جدا ان انت تنفذيها، وكمان ممكن تعمليها مشروع خاص بيكي من البيت تبدأي ان انت تنفذيه بخامات بسيطة وبطريقة غير مكلفة ولا صعبة. تقدري ان انت تنفذي فكرتنا النهاردة وتعمليها مشروع جميل كده سهل وبسيط من بيتك. نيجي بقى للفكرة بتاعتنا. هنا بعد ما جمعت القطع كلها مع بعضها، انا هنا يعني حطيتهم كلهم فيهم الخرز، بس سبت كده 3 لان لقيتهم هيبقوا كتير قوي يعني 8، فبدأت كده ان انا اخد 3 كده وبدأت ان انا ابرمهم مع بعض، وقفلت بقى بيهم على اليقطينة اللي عندي من فوق وبرمتهم بالشكل ده، ودخلت فيهم قطعة من الفلين علشان دي تبقى القطعة اللي ماسكة اليقطين كده من فوق. وبعدها اضفت كده قطعتين من ورق الشجر الصناعي، ممكن تعمليهم كمان بالفوم لو مش متوفرين عندك، واضفت ليها كده الشمعة الالكترونية، وممكن كمان تضيفي الشمعة الصغير حسب المقاس لو انت هتعمليها صغيرة، وممكن كمان سلك الليد. شكلها جميل قوي وكمان في الطبيعة تحفة. اتمنى الفكرة الاولى تكون عجبتك، وما تنسيش اللايك لو وصلت لغاية هنا في الفيديو. يلا بينا على الفكرة التانية اللي هنستخدم فيها خيط الخيش. بدأت كده ان انا اجيب خيط الخيش عندي، وجبت قطعة من الكرتون مستطيلة، وبدأت كده ان انا الف عليها الخيط الخيش كام لفة كده حلوين مع بعض علشان دي اللي هتكون معانا شكل الشرشوبة، وهبدأ كده ان انا اقفل عليهم من فوق بقطعة تانية من خيط الخيش طويلة، وهطلعهم بقى كده من الورقة وهخلصهم بالشكل ده، وهربط عليهم الاول قبل ما يفكوا من بعض، هربط عليهم كده عقدتين جامدين وهضمن ان انا قفلت عليهم كويس. هفتح بقى عندي الخيش بالطريقة دي باستخدام المقص، وهساوي طبعا الاطراف بالمقص عندي، وهلف عليهم قطعة من فوق كده وربطهم مع بعض بقطعة صغيرة من خيط الخيش، واي زيادة عندي بقصها وبتخلص منها اول باول، بس طبعا لما اكون متأكدة ان انا قفلت كويس وعقدتها كويس علشان ما تفكش من عندي. هاجي هنا السلسلة اللي عندي او السبحة اللي عندي بتاعت شئان دي اللي انا بعملها النهاردة، حبيت ان هي تكون مدعمة وطبعا تكون جامدة كويس معايا، فعملت خيطين مجوز يعني، ف
فهنا انا لما بكون بدخلهم في الخرز ببرم الطرف بتاع الخيط بالشكل ده، وانا بدخله جوه الخرزة بكون ببرمه كويس، هيساعدني ان انا ما احتاجش ان انا استخدم ابرة كبيرة علشان ادخل كل الخرز. جبت القطعة الخشب دي كانت من سبت فاكهة، بدأت كده ان انا اخد القطعة دي وقصتها بالشكل ده علشان هثبتها في السلبحة او السلسلة اللي عندي، وده شكلها. على فكرة هي سهلة تتقص معاكي بمقص جامد. وطبعا هنا بعد ما دهنتها بلون بلاستيك وحبيت ان انا اعمل فيها ثقب كده صغير علشان ادخل فيه الخيط، استخدمت بصراحة هنا الخرامة بتاعت الحزمة، وممكن تعمليها طبعا الثقب ده بمسمار، ممكن تدقيه كده هتكون سهل معاكي ان انتي تعمليه. وثبتها كده في السبحه اللي عندي وده شكلها. تقدري ان انتي تكتبي عليها كلمه هوم، وتقدري تكتبي عليها اي حاجه انتي حباها. يا رب فكرتي التانيه النهارده كمان تكون عجبتك، وما تنسينيش بقى في التعليقات تقولي لي رايك اكتر فكره عجبتك في فيديو النهارده. يلا بينا على الفكرة التالتة. بالفكرة التالتة بتاعتنا بدأت كده ان انا اخد قطعة من الكرتون بس اقصر شوية من الفكرة او من القطعة اللي استخدمناها في الفكرة اللي قبلها، وبدأت اعمل نفس الطريقة. يعتبر دخلت كده القطعة الكرتون وبدأت الف عليها الخيط الخيش، واخدت كده حبة كويسين كده من الخيط الخيش، وهبدأ ان انا افتح عليهم بعد ما قفلت كده عليهم من فوق بالخيط الخيش. هقفل برضو عليهم كده من الجنب باستخدام قطعة صغيرة، واي زيادة عندي بتخلص منها زي ما اتفقنا. هنا انا حبيت اعملها على شكل السبحة العادية بس هعملها صغيرة، تقدري بقى ان انتي تزينيها بطريقة بسيطة زي ما انا هعمل في نهاية الفيديو او في نهاية الفكرة بتاعتي. وطبعا دي هتقدري ان انتي تزيني بيها اي ديكورات عندك او اي فازة بوهو، ممكن كمان تحطيها على اي مثلا ايد ازازة او ايد شفشق عندك ديكوري. هبقى برضو انزل لكم صور على المنتدى لافكار تقدري ان انتي تستغلي بيها افكار النهاردة. دي شكل السبحة بتاعتنا بعد ما يعني دخلت كل الخرز اللي عندي، وبدأت كده ان انا اخد الطرفين بتوع الخيط الخيش اللي انا مستخدماهم وحطيت فيهم خرزتين بالشكل ده. وقبل ما بقص بعمل عقدة علشان اتأكد ان الخرز ما يقعش منها. الفكرة بتاعتي دي طبعا سهلة وتقدري ان انت تنفذيها بكل بساطة وسهولة، بتتباع طبعا غالية، وشوفي كده على النت وهتلاقيها كمان مش بنفس الفينش ولا بنفس المقاس اللي انت حباه. هنا تقدري ان انت تعملي المقاس اللي انت عايزاه، وتقدري ان انت تنفذي بالخرز واللون اللي انت حباه. الخرز ده متوفر وموجود ويتباع طبعا، ممكن تجيبيه كيس كامل موجود طبعا الخامات دي في العتبة، وعند الاماكن اللي بتبيع مستلزمات الهاند ميد هتلاقيها متوفرة، وتقدري ان انت كمان تجيبيهم من على النت. اتمنى افكار النهاردة تكون عجبتكم ونالت احسانكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك طبعا في القناة. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم.